ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع السادس من هذا الفصل. كونوا معي. بداية، وكما تلاحظون، سيقتصر العمل في هذا الأسبوع على مشروع الوحدة. سيكون هناك حصة للعمل في المشروع ضمن مجموعتك، وفي الحصة التي تليها ستكون حصة العرض. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد نهاية هذه الحصة أن تعتز بالإنجازات الحضارية للحضارات القديمة التي قامت على أرض الأردن وفي الوطن العربي. لكن دعونا نسأل، ما هو مشروع الوحدة وعلى ماذا يقوم؟ يقوم مشروع الوحدة على تصميم عرض تقديمي أو فيديو يتحدث عن حضارة من حضارات الوطن العربي. نحن نعلم عزيزي الطالب أن هناك الكثير من الحضارات التي قامت على أراضي الوطن العربي. عليك أن تختار واحدة منها وتعرضها، أسباب نشوءها، لماذا هي لم تعد موجودة، الأثار التي خلفتها. لذلك أنا أفضل أن تتحدث عن حضارة قامت في وطنك. دعونا نتحدث بتفصيل أكثر. هنا عزيزي الطالب، كما يظهر أمامك على هذه الخارطة، حضارات قامت في بلاد الشام، حضارات قامت في بلاد الرافدين العراق، حضارات قامت في اليمن، أيضا هناك حضارات قامت في شبه الجزيرة العربية وهي بلاد ما يسمى الخليج العربي. اختر واحدة منها، ستقوم بالبحث والتفصيل، وأيضا ستقوم بتصميم عرض تقديمي أو فيديو كما تفضل أنت. هذه بعض الحضارات التي قامت في بلاد الرافدين وهي الآن العراق. لاحظوا معي الحضارة الشومرية، البابلية، الأشورية والكثير الكثير. خطوات العمل. عزيزي الطالب، ما سيقيم عليه عملك هو العرض. ولكن قبل أن تعرض، عليك أولاً أن تخطط للعرض على ورق. ماذا تريد من هذا العرض؟ كيف يكون حضورك فعال؟ وعليك أن تفكر أيضاً وتصمم بطريقة جميلة. وصلنا إلى حصة العرض. فكر في الجمهور أولاً. من هم جمهورك؟ الطلاب؟ المعلم؟ تمرن بصوتك على العرض. دع أحدا يقيم صوتك ويقيم أدائك. اختبر نفسك أمام المرآة وحاول أن تنقض نفسك. أيضا تفاعل مع الجمهور قبل العرض. كن أكثر تفاعلا مع الجمهور. لا بأس إن وضعت سؤالاً يتفاعل فيه الجمهور وترى مدى تفاعلهم معك. لغة الجسد مهمة جداً لتحسين مهارات العرض. وبالطبع الوقت فهو ما نحدده نحن من المعايير. عزيزي الطالب، ستلاحظ أن معايير تقييم المشروع قبل العرض تختلف عن معايير العرض. سترى أن هناك عدد من الشرائح محدد في صفحة العرض. سترى أن التصميم أيضاً يكون محدد. سترى أيضاً إذا كان العرض فيديو، ماذا يلزمك مثلاً في الشريحة التأمل الذاتي لابد أن تحتويها إذا كان هناك عرض تقديمي، والكثير الكثير من المعايير التي تختلف من معايير العمل عن معايير العرض. هذا هو عرض بسيط لما سنقوم بتناوله خلال الأسبوع السادس. وكما لاحظت عزيزي الطالب أن العمل في الأسبوع السادس سيقتصر تماماً على العمل
في المشروع. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.